أنا من بغداد الباحث السياسي نجم القصاب، أهلا وسهلا بك لسكاي نيوز عربية. بداية، ما هي التحديات المشتركة بين مصر والعراق، وما الذي يمكن أن يكون فعلا مشاريع مشتركة بينهما من أجل تعزيز التعاون الإقليمي؟ التحية طيبة. بالتأكيد يعني أعتقد هذه الزيارة هي بداية لزيارة الرئيس المصري السيسي إلى بغداد والاجتماع واللقاء مع السيد الكاظمي، لا سيما السيد الكاظمي يمتلك النزعة الإصلاحية بالانفتاح على كل دول العالم وليس دول المنطقة والدول العربية، وبالتالي العراق لابد أن يبحث عن بدلاء عن تركيا وعن إيران. طيلة السنوات 17 الماضية لم يكن هناك أي بضائع في الأسواق العراقية، فقط أما التركية وأما الإيرانية، وبالتالي لم تستثمر من قبل الحكومات العراقية عندما تحاول هاتين الدولتين دائما تهدد أما بقطع المياه أو بغلق الحدود أو بغلق حتى المطارات، وهذا ما حصل في الأيام الماضية من قبل الحكومة التركية. والنقطة الأخرى والأهم، هناك تجاوز على السيادة وعلى الريادة باحتلال مناطق وإدخال جيوش. إذن لابد العراق أن ينفتح على المحيط العربي وعلى الدول التي لها خبرة وتبادل اقتصادي خصوصا في السبعينات والثمانينات مع جمهورية مصر، وبالتالي البحث عن بدلاء لربما لاستيراد الطاقة أو إدخال المستثمرين هذا يصب. هذه النقطة أستاذ نجم القصاب، موضوع الطاقة، لأن الوزير فؤاد حسين قال أن الطاقة كانت على رأس ما تم بحثه. يعني الآن مصر اكتشفت يعني مخزون كبير من الغاز وهي تستخدمه الآن في توليد الطاقة الكهربائية، العراق غني بالنفط والغاز، كيف يمكن استثمار يعني أن يكون هناك تعاون بين بلدين الآن لديهما كفايتهما من الطاقة النفطية؟ يعني أولا حسب المعلومات التي أمتلكها، هذه الزيارة هي بداية في تطبيق الاتفاق الثلاثي الذي أبرمه وتم التوقيع بين الأردن والعراق ومصر، وهاتين الدولتين أنا أظن سيكون البدلاء عن تركيا وعلى إيران، وهذا من غير ممكن الانفتاح الخارجي على دولة أو دولتين والابتعاد عن دول أخرى بتبادل الطاقة، خصوصا مصر تمتلك ما تمتلك من هذا الانتاج ومن هذا الغاز، إذن والعراق يمتلك من النفط، إذن كل من الدولتين يحتاج البعض، لكن تحتاج إلى توقيع معاهدات واتفاقيات وتبادل الثقة، وهذا يعني ينبغي قبل البدء بهذه الاتفاقيات ينبغي على السيد الكاظمي حصر السلاح بيد الدولة وجعل بيئة حقيقية لاستقبال أو استقطاب هذه الشركات. لم تدخل لا شركة ولا مستثمر ولا أموال ما لم تكن بيئة أمينة مطمئنة لهذه الشركات. أنا أعتقد السيد الكاظمي لربما يحاول التشغيل وتنشيط القطاع الخاص حتى يستقطب ملايين من الخريجين والمواطنين الذين يضغطون على القوى السياسية بالتوظيف في مؤسسات الحكومة. طيب، الانفتاح على الجوار العربي ضمن استراتيجية الانفتاح على العالم أيضا كما ذكرتها لرئيس الوزراء العراقي هنا، ماذا عن أيضا انفتاح على السعودية، لأنه أيضا كان في مشروع للطاقة الكهربائية حتى مع الكويت، هل نتحدث نحن عن اتفاقيات أوسع من الاتفاقية الثلاثية؟ هل الأردن هو الخيار الأفضل اقتصاديا كمنفذ للعراق؟ لا، أنا أعتقد السعودية أقل كلفة باستيراد أو شراء الطاقة وحتى بدخول البضائع بسبب القرب المسافة والمساحة الحدودية عن طريق عرعر من حدود كربلاء وبالتالي حتى عن حدود البصرة، لكن كما تعلم هناك إرادات وأجندات وضغوطات سياسية تضغط على بعض الأطراف بعدم الانفتاح على المملكة العربية السعودية والانفتاح على دولة أخرى، لكن هذه المعطيات والمتغيرات التي حصلت ووصلت ليس في العراق فقط، في العالم بعد انتشار الكورونا أصبحت المعارك والحروب الآن اقتصادية وليس دخول جيش لهذه الدولة أو تلك. العراق اليوم لا يمتلك قوة اقتصادية ما لم ينفتح على دول المجاورة حتى يكون لاعبا وسطيا لا يحتسب على هذا المحور دون المحور الآخر. شكرا جزيلا لضيفنا من بغداد الباحث السياسي نجم القصاب.